سيدة قريش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قام ولا استقام ديني إلا بشيئين، مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. كانت السيدة خديجة سلام الله عليها من أحسن النساء جمالاً وأكملهن عقلاً وأتمهن رأياً وأكثرهن عفة وديناً وحياء ومروءة ومالا، وهي أميرة عشيرتها وسيدة قومها ووزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولدت قبل عام الفيل بثلاث سنين، وتوفيت في شهر رمضان السنة العاشرة من البعثة. ومن جملة شؤونها أنها كانت أول من أظهرت إسلامها وإيمانها برسول الله، وقد شيد الله دينه بمال خديجة عليها السلام. روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فوجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة. فقد بذلت هذه العظيمة كل الأموال والجوار والعبيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بقيت تنام هي ورسول الله في كساء واحد لم يكن لها غيره. ومن علو شأنها أن الله وجبرائيل بلغاها السلام، كما قال صلى الله عليه وآله: لما رجعت من السماء قلت يا جبرائيل هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي أن تقرأ من الله ومني على خديجة السلام. فبلغها رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فقالت: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه يعود السلام، وعلى جبرائيل السلام. ومن عظيم منزلتها أن الله جعل بطنها وعاء للإمامة، فكانت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من رحمها المبارك، بدءا من سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وكان صلى الله عليه وآله في زمان حياتها إذا غلب عليه الحزن نظر إلى وجه خديجة، ويسر بذلك كما أنه يسر بمجرد سماع اسمها. وكان أيضا إذا اشتد حزنه نظر إلى فاطمة ويسر سرورا عظيما. ولما اشتد مرض السيدة خديجة عليها السلام قالت: يا رسول الله، اسمع وصاياي أولا، فإني قاصرة في حقك فأعفني يا رسول الله. فقال رسول الله: حاشا وكلا، ما رأيت منك تقصيرا، فقد بلغت جهدك وتعبت في داري غاية التعب، ولقد بذلت أموالك وصرفت في سبيل الله مالك. قالت: يا رسول الله، الوصية الثانية أوصيك بهذه، وأشارت إلى فاطمة، فإنها غريبة من بعدي، فلا يؤذيها أحد من نساء قريش، ولا يلطمن خدها، ولا يصحن في وجهها، ولا يرينها مكروها. وأما الوصية الثالثة فإني أقولها لابنة فاطمة وهي تقول لك، فإني مستحية منك يا رسول الله. فقام النبي وخرج من الحجرة فدعت بفاطمة وقالت: يا حبيبتي وقرة عيني، قولي لأبيك إن أمي تقول: أنا خائفة من القبر، أريد منك رداءك الذي تلبسه حين نزول الوحي تكفنني فيه. فخرجت فاطمة وقالت لأبيها ما قالت أمها خديجة. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم الرداء إلى فاطمة، وجاءت به إلى أمها فسرت به سرورا عظيما. فلما توفيت السيدة خديجة عليها السلام أخذ رسول الله في تجهيزها وغسلها وحنطها. فلما أراد أن يكفنها هبط الأمين جبرائيل وقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: يا محمد، إن كفن خديجة وهو من أكفان الجنة أهدى الله إليها.
فكفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردائه الشريف أولا، وبما جاء به جبرائيل ثانيا، فكان لها كفنان، كفن من الله وكفن من رسول الله. ولما توفيت السيدة خديجة عليها السلام اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتراكمت عليه الهموم والغموم بحيث احتجب عن الناس مدة مديدة، وسمي ذلك العام عام الحزن، لأنه فقد فيه عمه أبا طالب وزوجته خديجة في سنة واحدة، بل في شهر واحد. كانت السيدة خديجة عليها السلام أول من أظهرت إيمانها بالله ورسوله، وصدقت النبي محمدا صلى الله عليه وآله فيما جاء به عن ربه وآزرته على أمره، فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له إلا فرج الله عنه بها، فقد كانت بحق بلسم جراحه وآلامه. تقاسمنا معاناة وعشنا الكسر بالكسر، إذا ما غبت عن عيني لمن أشكو فلا أدري. تعالي أو أنا شريك العمر والقبر، فإنا هكذا كنا ولو أبقى فما عذري.